تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة من الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة الملك المفدى في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله مبتهلا الى الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه ويسكنه فسيح جناته وان يلهم جلالته الصبر والسلوان وان يديم عليه نعمه الصحه والعافيه وطول العمر